بسم الله الرحمن الرحيم. سنين طويله واحنا بنستخدم البطاريات ديت، بطاريات بصراحه تعبتنا جدا من كتر الشحن، ونعين ونحط ونشحن ونجيب باور بانك والكلام ده، لغايه ما ظهر في السوق بطاريه جديده، بطاريه نوويه. البطاريه دي بتعمل ايه؟ البطاريه دي انت كده شركه صينيه بتقول لك ان هي بتقعد 50 سنه، هم بيشحنوها بتقعد 50 سنه. بطاريه نوويه بتحتوي على 63 نظير نووي، يعني حاجات بقى علميه كده مش هنتعرض لها دلوقتي. بيقول لك ان هي حجمها صغير جدا وبتقعد 50 سنه، بيقول لك ان هي قادره على توليد كهرباء لمده 50 سنه من غير ما تشحن. يعني من الاخر الباور بانك والشحن الله يعوض عليهم بقى. حلو كلام. دي صورة بسيطة تمام من البطارية الجديدة تمام، ودوت الشحن القديم اللي مش هنستخدمه تاني، وليها صور تانية زي دوت وزي الصورة ديت والكلام ده تمام. دي الصورة اللي استخدمها البطارية على حسب ايه، موبايلات على اجهزة معينة. طبعا هي ما بتقتصرش على الموبايلات بس، هي بتقتصر على حاجات تانية كتير، ودي صورة جديدة منها تانية تمام، بتقتصر كمان على اجهزة تانية كتير تمام. البطارية دي مش معمولة من الليثيوم تمام، شحنها بيكون 50 سنة زي ما قلنا، صغيرة قد عملة معدنية تمام. دي بتقدر تشتغل على درجات حرارة عالية جدا، 60 تحت الصفر، 120 درجة، هي آمنة تمام. كمان الصدمات اللي بتاخدها ما بتعملهاش اي مشاكل، عكس مثلا ايه البطاريات التانية اللي بتشتعل او ممكن تحصل لها مشكلة لو حصل لها اي صدمة تمام. هي في مرحلة الاختبار التجريبي، ما فيش اشعاع بينتج عنها، عشان محدش يقول ان هي نووية فبينتج عنها اشعاع والكلام ده، لا بالعكس صديقها وامنة البيئة بعد التجارب، هم اعلنوا كده في الكلام بتاعهم اللي هم شرحوه عنها تمام. الفترة الجاية العالم كله يكون بدون شواحن، وعلى فكرة استخدامها طبعا بيتعمل الذكاء الاصطناعي شغال، معدات اجهزة طبية، ذكاء اصطناعي، الانسان الالي الروبوت والكلام ده كله، ومحدش هيقدر طبعا يعني يستغنى عنها، لان هي شغلها بصراحة هيكون ممتاز جدا تمام. بيقول لحد ان الهاتف كان مغلق تمام سبب البطارية، كان الهاتف البطارية فضيت مش قادر اكلمك، مش قادر ارد عليك، الكلام ده مش هيكون موجود من هنا ورايح. مش هتقدر يا صاحبي تتحجج بالحجة بتاعت البطارية فاضية والبطارية اصلا مش عارف ايه، البطارية فصلت وانا بتكلم، الكلام ده كله طبعا الكلام ده كله مش هيكون ليه وجود مرة تانية تمام. الباور بانك والشواحن خلاص هيكون بالسلامة هي كمان، عشان كده في صناعات دايما وابتكارات بتقضي على صناعات، ولازم نعرف ان بطارية زي دي لما تبدأ تتعمم كمان في بطاريات العربيات، خلي بالكم بطاريات العربيات لما يدخلها بطارية زي دي هتشتغل على طول بدون شحن، معنى كده ان عربيات هيبقى فيش حاجة اسمها عربية بنزين ولا عربية بالكلام ده، هتلاقي العربيات شغالة بتروح في اي حتة من غير ما يحصل اي مشاكل، التكييف شغال فيها، اي حاجة شغالة فيها، واحتمال كبير يتم استغناء عن الكهرباء ويبدأ التكييفات الجديدة تنزل كمان معاها بطاريات. يعني لو قدروا يكبروا وتعمل انتاج عالي مش انتاج صغير زي ما مكتوب عليها كده 3 فولت والكلام ده، احتمال يكون في البطارية دي تكون نواة لثورة جامدة في عالم التكنولوجيا، عشان تقدر تقدم لنا شغل جديد بصراحة هيكون شيء مذهل. يعني شكرا لكم، عجبكم الفيديو، لو في اي حد لأي سؤال ممكن يعني يسأل وان شاء الله هرد عليه في التعليقات. شكرا لكم وربنا يوفقكم.